السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديد في حلقه جديده في درس جديد. اللي جدادين معنا مرحبا بهم، اشتركوا معايا في القناه ديالي واعطوني الاراء ديالكم، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وجيم وكومونتير اللي شاف شي حاجه وعجباتو او لا شي تفسير بغا يكتبوا ليا. مرحبا بكم البنات، دار داركم مع اختكم سناء. مرحبا. اليوم البنات هاد الدرس كله تعلمناه في الدروس اللي فاتوا، عندنا المروازي، عندنا الرباطي بالدقات ديالو كاملين اللي في الوريقات، عندنا السنسله البنات بوان دو تيج، عندنا هاد الدقه الفرنسيه. ها هي البنات، كي جاتكم الدقه الفرنسيه؟ اليوم الحلقة ديال اليوم غتكون خاصة على المرضوخ، غنخدمو المرضوخ على واحد والمرضوخ على جوج. شتو هاد الطوير كيفاش مخدوم؟ هاد الطويرات بجوج مخدومين على المرضوخ على واحد ودايرين بالسنسلة ديالنا. مرحبا بكم، تابعوا معايا حتى الاخر الفيديو حتى الاخر، وباش تستافدوا كنتمنى تستافدوا، واللي عندها شي اقتراح واللي عندها شي تساؤل واللي ما فهمت شي حاجة تخليها لي البنات في لي كومونتير. مرحبا بكم، تابعوني. السلام عليكم البنات، دابا غادي نبداو الخدمه ديالنا. لي ورا ديالنا هي هذه النمره 7، هي كتكون هاد العوينه ديالها طويله البنات، كتكون طويله شويه. نتوما كنتمنى تكون بانت ليكم. دابا غنوريكم الدرس اليوم هو المرضوخ. هذا المرضوخ على جوج. دابا غنخدموا لكم البنات بالسقلي ونولي نخدموا لكم بالحرير. دابا غنوريكم السقلي كيفاش غنخدموا به. السقلي ديال الطرز البنات، ماشي ديال العقاد، السقلي ديال الطرز داك الرقيق. ها نتوما الزغبه ديالو رقيقه والكاليتي ديالو المزيانه. كنديروا واحد الابره هنا البنات في المرمى، اولا كنديروا صبعنا ولا صبع درجلينا، المهم كلها وشنو كيدير. وكنبداو، ها واحد، الدوره الاولى، الدوره الثانيه، الدوره الثالثه، وكنقطعوا البنات الخيط وكنشدوهم كاملين وكنديروا لهم بحال هكا، كيولي لينا الخيط بحال هكا، كيولي على 6. دابا على بركه الله البنات غادي نبداو الخدمه ديالنا. كناخذوا هذاك الحرير اللي برمنا، كندخلو في الابره البنات بحال هكا، وكنبداو نبداو. قلنا ما نبقاوش نعقدوا الخدمه باش جينا نقيه، غادي نرسخو بحال هكا. كنحيدو هاد الشي اللي زايد بالمقص، كنرسخو مرة أخرى باش الخيط ديالنا ما كيخرجش. كنزيرو المرمى ديالنا التوب بحال هكا على بركة الله، كنضربو هنا البنات، كنجيو غير هنا ونضربو ضربة واحدة أخرى، كنجيو لهنا النص وكنضربو فهنا قبالة الاخرى، عاوتاني كنجيو لهنايا ونضربو هنايا البنات قبالة الاخرى، وكنمشيو بحال هكا. دابا هنا ضربنا، هنا غنضربو في النص ديال هاد الغرزة، هاد الغرزة هادي غنضربو في النص ديالها بحال هكا، كنهبطو الإبرة و كنضربو في النص ديال هادي ونلاقيوها مع الاخرى، و كنضربو في الاخر ونلاقيوها مع هادي. كنمشيو وحنا كنخالفو الغرزه، هنا غنضربو ماشي هنا، غنضربو في النص ديال هاد الغرزه هادي، النص ديالها غنضربو هنا، وغنضربو في النص ديال هادي البنات، هاد الغرزه هادي غنضربو في النص ديالها بحال هكا، كنمشيو بحال هكا، عاوتاني غنضربو من الاخر ونلاقيو مع هادي، مع هادي البنات ها هي، عاوتاني غنضربو في النص ديال هادي، كتجينا الخدمه مرضوخه. هذا هو المرضوخه البنات اللي معروف بالطرز التطواني، كيجي غزال في الخدمه وفي الجليلبات. شو البنات كيفاش كتجي الخدمه بحال هكا، عاوتاني كتجي لهنا وكتضربي في النص
ديما كتضربي في النص ديال الغرزه، كتجي النص ديال هادي، هاد الغرزه هادي كتجي النص ديالها وكتضربي وكتلاقيه مع الاخرى باش كتعطينا هاد التشبيكه هادي، كتجي هائله سيغتو بالسقلي وبلا حرير. حتى بالحرير كتجي جلي الباس زوينه بزاف، غنوريكم جلي الباس كيفاش كيطلعوا بها ان شاء الله. عاوتاني غنضربو هنا بحال هكا وكنتمو غاديين حتى كنساليو الرشمه ديالنا اللي كتكون البلاصه صغيره. كنبقاو نضربو غير جوج ضربات بحال هكا البنات، كتفرقي هادي وكتهبطي هنا، عاوتاني كدوزي الجهه الاخرى وكتلاقي هاد الطرف اللي بقى ثاني. عاوتاني ما غنخليو هادي صغيره، غنمشيو للاخرى اللي غنقسموها في النص. الطريف بقى صغير بزاف البنات، ما يمكنناش نردخوه، غنديوه رباطي بحال هكا حتى نوصلوا للبلاصه اللي عريضه وممكن نردخوا فيها بحال هكا. دقه على اختها، كتهبطي من تحت الغرزه شويه وتهبطي من تحت الاخرى شويه وكتضربي الغرزه ديالك بحال هكا. دابا البنات المساحه بدات كتكبر عندي، غادي نبدا نردخ بحال هكا. دا هو المردوخ، كتردخي الغرزه وديري قبالتها الاخرى بحال هكا. كنتمنى يكون واضح. دابا البنات السخلي بدا يصغار ليا، غادي نرتقو بحال هكا، كنرتق مزيان باش ما يتحلش ليا. تنقطعوه كنديرو خيط واحد اخر، هذا هو اللي برمنا معاكم، كندخلو في الابره راه واخا الزغبات بزاف راه ساهل، ف ماشي صعيب. وكنرتقو ثاني بحال هكا، كنتمنى يكون واضح. كنقطعو هذا اللي زايد بحال هكا، كنكملو الخدمة ديالنا، ولكن بعد ما كنرتقو الخيط مزيان باش ما يتحلش لينا مع السقل اللي معروفة البنات كيتحل. هنا هادشي ماشي مشكل، هادشي اللي كيكون هنايا راه ماشي مشكل، غنغطيو بالخدمة ديالنا. دابا غنجيو لهنا تاني ونبداو نخدمو الخدمة ديالنا بحال هكا، غنجيو لهنا مع الخط ونديرو ضربة واحدة أخرى ونتمو غاديين وحنا كنضربو بحال هكا. دابا البنات غنبداو نفرقو الغرزات ديالنا اللوالة اللي خدمناها، غنفرقوها على النص بحال هكا البنات. عاوتاني تا هادي غنضربوها على النص باش غتجينا الخدمة ديالنا كلها مرضوخ. بحال هكا كنتمو غاديين، واللي ما فهمتش شي حاجه البنات وعندها شي تساؤل مرحبا، خليو ليا لي كومونتير ديالكم. عاوتاني غنضربو في النص ديال كل وحده، واخا كتجي قدامنا هذا الرزيخ اللي كنا كنرزغو الخيط راه كنخدمو فوق منه، ما كيبقاش يبان حتى شي حاجه. بحال هكا حنا غاديين وحنا كنرزغو. عاوتاني باش غنديرو، غنبداو من هنا وغنضربو في النص هادي، وخا صغيره كنقسموها على النص، وهادي كنلاقيو بها الاخرى بحال هكا هنا، وهادي كنضربوها في النص. هاد الخدمه هي اللي رزخنا بها السقلي ديالنا، كنغطيوها ما كتبقاش تبان بحال هكا. حتى كندوزو الجهه الاخرى، عاوتاني كنبداو كنقسمو هادي، ما بقاش عندنا البنات فين نقسموها، نقسمو هادي كنوليو نضربو لهنا الجهه الاخرى، حيت الا وليتي طلعتي هنا غتطلع الخيط، كدوزي الجهه الاخرى ودوزي لهنا عاوتاني وتلاقي الخدمه ديالك.
كتجي بحال هكا البنات حتى كتسالي الخدمه ديالك. راه ساهله، واخا كتبان لكم واعره راه ساهله، حتى حاجه ما صعيبه. ديما كتضربي الضربه وكتقسمي فيها في النص، كتمشي هكا كتقسمي. كنتمنى يكون واضح. ودابا البنات غندوزو للحرير، غنوريكم هاد الخدمه هادي كيفاش كتجي. هذا المرضوخ على واحد وهذا المرضوخ على جوج. علاش على جوج؟ حيت كنديرو جوج غرزات. انا غنوريكم كيفاش البنات على جوج. كنضربوا الضربه الاولى وكنضربوا الضربه الثانيه في نفس البلاصه، كنجيو للجهه الاخرى كنضربوا الضربه قبل تخصها الاولى وكنضربوا الضربه الثانيه حتى هي قبل تخصها. الا حسيتوا بالحرير بقى طالع شي شويه كتديروا له بحال هكا، ضربي هنايا ثاني. هذه هي المرضوخ على جوج حيت فيه جوج جهات غرزات. كتضربي ثاني في الجهه الاخرى، الخيط راه كيتخبل تحت البنات، بقاو تقادوه باليد اللي لتحت. هذا علاش قلت لكم هاد المرمره عمليه، حيت يد الفوق ويد لتحت. كتضربي ثاني هكا، عاوتاني ضربي هنايا، كتخليوا البنات ديك الغرزه اللي درتو الفوق. شوفوا معايا الغرزه اللي درتو الفوق، ها هي كتضربي في النص ديال هاد، كتجبدي الحرير شويش باش ما يبقاش هكا، وكتضربي نفس الضربه ثاني باش كيجيوك جوج ضربات، باش كيتسمى المرضوخ على جوج. كتضربي في الجهه الاخرى الغرزه الاولى الغرزه الثانيه، كنجيو ثاني هنا ونضربوا في النص ديال هادي. هادي هي اللي كبيره، غنضربوا في النص ديالها. كنضربوا غير تحت منها شي شويش وكندوزو للجهه الاخرى باش نلاقيو الغرزات قبالت الغرزات الاخرين، وكنتمو غاديين بحال هكا. ثاني كنجيو لهادي ونضربو في النص ديالها بحال هكا. ثاني كنقابلو معاهم جوج غرزات وحدين اخرين. خدمت لكم البنات بالسقلي وخدمت هادو بالحرير، ما شفتونيش دابا هاد الخدمه هادي هي هادي اللي كنطبقو دابا. كنضربي ثاني عاوتاني هنا وتجي تحت منها بشويه وكتضربي ثاني. بغيتي تمشي بحال هكا في الجهه الاخرى، ضربي عاوتاني في النص ديال هادي، تقدري تضربي عاوتاني حيت محد الخدمه الرشمه تتوسع وانتي تترزخي. ضربي في النص ديال هادي ثاني. دابا اش غنديروا؟ غنمشيو لعند هادي نلاقيو مع اختها بحال هكا، غنلاقيو هادو حتى كنساليو البنات. كيجي هائل هذا المرضوخ على جوج وهذا المرضوخ على واحد. دابا هنا البنات بقات ليا مساحه كبيره، ما غنضربش من هنا لهنا، لا غنرزخ هنا وغنولي نرزخ هنا. كتشوفوا معايا البنات الحرير راه ما بقاش، ملي ما كيبقاش الحرير وكتبقى لك المسافه صغيره شنو غديري؟ غطلعي الابره ديالك هنا وغتدخلي الابره في وسط الخدمه بحال هكا بحال هكا البنات، وغتقطعي الخيط ديالك هنايا وتقدري تهبطيه لتحت وتقطعيه من
من هنايا من التحت بحال هكا. دابا غنديروا واحد الحرير اخر باش نكمل الخدمه ديالنا ونفينيوها. كندخلوا الابره ديالنا بحال هكا ونضربوها فهاد البلايصه الصغيره غنرتقوا فيها الناس. ندير هاد الخيط اليمين مرون عاد نضربو هنا كنحسو بالخيط شد في بلاصتو. واخا المسافة صغيرة راه كنضربو ونعاودو باش باش الخيط يكون شاد مزيان. ودابا غنلاقيو ما بين هادي وهادي بحال هكا. تاني نجيو لهنا ونلاقيو ما بينها وبين اختها بحال هكا البنات. ودابا غادي نختمو هكا. حتى ما تبقاش تبان الرشمه ديالنا بحال هكا. ودابا حنا سالينا البنات. نتمنى الدرس اليوم يكون عجبكم. نوريكم عن قرب هذا هو المرضوخ ديالنا. هذا اللي بسقلي وهذا اللي بالحرير. هذا اللي بسقلي راه المرضوخ على واحد اللي معروف بالتطواني، وهذا اللي بالحرير البنات هو المرضوخ على جوج حيت جوج الغرزات فيه. كنتمنى يكون واضح. دابا البنات المرضوخ اللي خدمنا بالسقلي اليوم هو هذا اللي في البريتلات. كنتمنى يكون واضح ليكم. ها نتوما كي كيجي غزال. والبنات على فكره هاد البريتل الزرق هاد البريتل الشيبي مطراسي بهاد الغرزه بحال هكا. راه غندير لكم واحد الدرس عليها. ماشي غرزه في قلب غرزه، هادي غرزه حدا غرزه. كنطراسيو البريتل ديالنا كامل، كنديروا له العوينات بالرباطي والنويف. وهذا هو المرضوخ، شوف كي كيجي كيجي زوين. وهادو هما الدروس اللي خدمنا الدروس اللي فاتوا كاملين، هما هادو. هانتوما البريتل كي كيجي. هذا هو المرضوخ البنات، كيجي غزال. كنتمنى يكون الدرس اليوم عجبكم. واللي عندها شي تساؤل ولا شي حاجه تخليها لي في لي كومونتير. وكنتمنوا تشاركوا معايا اللي جاوا جداد يشاركوا معنا، يفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد، وجيم ودعموني وشكرا. الى اللقاء.